واحدة من الأميرات الفارسيات بنات يزدجرد كسرى الفرس الذي فر هاربا بعد أن فتح المسلمون العراق. تزوجت بمحمد بن أبي بكر الصديق وأنجبت منه ابنهما القاسم، فأصبح جده من أبيه هو أبو بكر الصديق، وجده من أمه ملك الفرس. عندي أخبار مهمة. خيرا يا محمد. علي بن أبي طالب عينني واليا على مصر. وهل سنرحل معك أنا والقاسم؟ نعم، لم أتصور أن أترك المدينة المنورة أبدا. وأنا أيضا، ولكنها ثقة الخليفة بك ومسؤوليتك تجاهه. مسؤوليتي تجاه الإسلام أولا. تمنيت لو أن القاسم بقي في المدينة حتى يتلقى العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، الخير فيما قدره لنا الله. رتبي أمورك، سنسافر خلال يومين. ادعي لي ألا يكون هذا آخر عهدي بمدينة رسول الله. أرسل معاوية بن أبي سفيان جيشاً لمحاربة حلفاء علي بن أبي طالب في مصر، فخرج محمد بن أبي بكر والي مصر لقتال جيش معاوية وأصيب في المعركة. أرسلنا في إحضار الطبيب يا سيدي. وهل سيدركني الطبيب؟ لقد تمنيت الشهادة ويبدو أنني سألقاها. أين زوجتي؟ ألا تسمعني؟ سألتك أين زوجتي؟ أصابها سهم الغدر ونطقت بالشهادتين قبل موتها. يا حبيبتي، أصرت أن تأتي معي إلى المعركة ولم تعلم أنها ستقتل فيها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اللهم ألحقني بها في الجنة. القاسم ابني. اطمئن، إنه في أمان. إذا أنا مت فعدوا به سريعا إلى المدينة المنورة ليبقى مع أخي عبد الرحمن أو أختي عائشة أم المؤمنين. في المدينة التقى عبد الرحمن بن أبي بكر بأم مصطح خادمة السيدة عائشة. عند عودة أختي عائشة قولي لها إن القاسم سيبقى عندي. بل تريد سيدتي عائشة أن يبقى القاسم عندها. كيف ذلك؟ سيكون لها كابنها وستكون له كأمه التي استشهدت في الحرب. كل منهما سيعوض الآخر عما حرم منه. إنها مسؤولية كبيرة على أخت عائشة. الله سيعينها عليها إن شاء الله. وأنا سيقول الناس إني تخليت عن ابن أخي. أنت عمه وستكون في مكانة أبيه وسترعاه وهو في بيت أختك، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سأتركه لها، ولكن بشرط عندما يكبر ويشتد عوده سأخذه ليبقى معي في بيتي أربيه بنفسي. أنت دائماً يا قاسم تفكر كثيراً وتأكل قليلاً. لماذا أمات الله أمي وأبي؟ حتى يجيء بك إلى هنا وتعيش مع عمتك عائشة في بيت رسول الله وتعلمك كل ما تعلمته هي منه. عليه الصلاة والسلام، هل تحفظ عنه أحاديث كثيرة؟ عمتك عائشة تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله وترويه للمسلمين ويحفظونه ويتعلمونه ويعملون به. وبماذا سنبدأ؟ باللغة العربية، ستعلمها لك حتى تتخلص من لكنتك الفارسية التي تعلمتها من أمك رحمها الله. بقي القاسم في منزل عمته عائشة 11 سنة،
ثم أخذه عمه عبد الرحمن بن أبي بكر حسب اتفاقه مع عائشة، وعهد به إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير حتى نبغ في علوم الدين وصار واحداً من فقهاء المدينة السبعة. نتحدث اليوم عن فقه الاختيار، أو ما يسميه العلماء بفقه الأولويات. حدثتني أمي عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا يرفع شيخنا صوته أثناء الحديث؟ حتى تسمعه أمنا عائشة وهي في حجرتها، فهكذا توصيه دائما. فهمت، حتى تشعر أنها جنت ثمرة تربيتها وتعليمها لابن أخيها. نفهم من حديث رسول الله أنه كان يريد هدم الكعبة وإعادة بنائها على القواعد التي بناها سيدنا إبراهيم، ولكنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يحدث ذلك فتنة بين المسلمين وهم في بداية إسلامهم. ويعلمنا ذلك أن المسلم عندما يقف أمام أمرين في كليهما خير وضرر للمسلمين، فإنه يختار منهما الأكثر خيراً والأقل ضرراً. لمع نجم القاسم وتميز في فقه الأولويات، وهو ما شجع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أن يرسل إليه رسوله ليستشيره في أمر عاجل. يفكر أمير المؤمنين في أمر مهم ويخشى أن يرفضه عامة المسلمين، ولهذا يحتاج إلى موافقتك عليه وتأييدك له قبل أن يبدأه. خيراً إن شاء الله. يريد الخليفة أن يقوم بتوسعة المسجد النبوي، وهذا سيحتاج بالطبع أن تنقل القبلة إلى أبعد مما كانت عليه أيام رسول الله، وسيحتاج أيضاً إلى هدم حجرات زوجات الرسول أمهات المؤمنين ثم إعادة بنائها خارج المسجد. نقل القبلة وهدم الحجرات؟ تعلم يا شيخنا القاسم أن توسعة المسجد لا يمكن أن تتم بدون ذلك. نعم، ولكنه أمر سيزعج الكثير من المسلمين. الكثير من المسلمين يقتنعون بفكرك ويعملون بفتواك، فإذا أقنعتهم اقتنعوا، وإذا وافقت وافقوا. دعني أدرس الأمر وليوفقني الله لما يحبه ويرضاه. يا شيخنا، كيف توافق على نقل قبلة رسول الله وهدم حجرات زوجاته أمهات المؤمنين؟ لا تنسوا أن واحدة من هذه الزوجات هي عمتي عائشة رضي الله عنها. هذا ما يزيدنا دهشة واستنكارا. كيف توافق على إعادة بناء مسجد الرسول وأنت الذي قلت لنا إن الرسول نفسه قد رفض هدم الكعبة وإعادة بنائها؟ الأمر يختلف. كان المسلمون حينها حديثي عهد بالإسلام، أما الآن فقد مر زمن طويل وتمكن الدين من قلوبنا وعقولنا، ولهذا نخشى أن نغضب الله بهدم مسجد رسوله. سنهدم لنبني وسنبني لنوسع. ترون المسلمين يزيد عددهم سنة بعد الأخرى، كيف يدخلون المسجد ويصلون فيه ويسلمون على صاحبه وقد أصبح عددهم مئات الآلاف والمسجد ما زال على حجمه الصغير؟ صحيح. نعم، عندك حق. والله إني لا أرى في هذا الأمر إلا خيراً كبيراً للمسلمين، وهذا معولي. سأكون أول من يهدم ليبني، وأول من يبني ليوسع مسجد الرسول حتى يسعى أمة الرسول إلى يوم الدين. بدأ القاسم بنفسه، فتبعه عدد من المسلمين بعدما أقنعهم بحجته القوية وفهموا أنه يفعل ذلك لصالح الإسلام والمسلمين.
واستمر بناء التوسعة الجديدة في المسجد النبوي أكثر من عامين. كان القاسم فيهما بناءً في النهار عالماً بالليل، شارك في البناء حتى أتمه الله على خير. ولولاهما اتسع مسجد الرسول لهذه الأعداد الغفيرة من المسلمين. ومرت الأعوام وحضرت القاسم الوفاة. أوصي بأن أكفن في ملابسي كما أوصى جدي أبو بكر الصديق. علمتني الدنيا أن الله ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، حيث المنع عين العطاء، فما أغلق الله باباً إلا ليفتح أبواباً أخرى. كانت أمي أميرة فارسية فوقعت في أسر المسلمين، ومنعها الله من الملك والنعيم، ولكن ذلك المنع كان سبباً في إسلامها ثم زواجها بابن صاحب رسول الله وخليفة المسلمين. استشهد أبي وأمي فحرمني الله منهما، ولكن ذلك المنع كان سبباً في عودتي إلى المدينة المنورة وتعلم العلم على يد أمي عائشة وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما طرقت باباً للرزق إلا وأوصد في وجهي، ولكن الله عوضني عن هذا المنع بأن فتح لي كل أبواب العلم. ولو يعلم الناس ما في المنع من أسرار وحكم لذابوا شوقا إلى من منعهم ليعطيهم، ومن حرمهم لينعم عليهم.